بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شهر رمضان، شهر الانتصارات، هذا الشهر الذي سنكسر فيه طاغية الشام، سنثأر للمعتقلين بإذن الله، سننتصر لحرائرنا. هذا هو شهر الانتصارات، هذا شهر سحق الطغاة بإذن الله عز وجل. من هنا من درعة ألوية الفرقان، بإذن الله سنسحقكم يا أعداء الله.